من 72 ساعة، من 72 ساعة معظم قنوات العالم ووسائل الإعلام العالمية المرئية والمسموعة والمكتوبة مهتمة جدا بحدث أثري مهم جدا حصل في مصر بداية هذا الأسبوع، كشف أثري كبير. CNN BBC سكاي نيوز وسي ام بي سي، كل القنوات المهمة في العالم بتتكلم وعاملة تقارير وعاملة فيتشرز ووثائق ومش عارف ايه، وبتستضيف ناس تتكلم عن الموضوع، واحنا هنا الكشف الاثري ده كشف اثري لمقبرة اسمها مقبرة وحتي. وحتي ده هو احد اكبر رجال الدولة في الاسرة الفرعونية الخامسة من مصر القديمة. المقبرة عمرها قد ايه بقى يا سادة؟ تاريخ عمر المقبرة يعود الى 4400 سنة. 4400 سنة، بسم الله الله اكبر. يعني ايه 4400 سنة؟ يعني هي دي مصر، هو ده تاريخ مصر، والناس اللي عايز تعرف تقل يعني ايه وحضارة يعني ايه وثقافة يعني ايه وعمق يعني ايه واصل يعني ايه، يعرفوا يعني ايه 4400 سنة. بنكتشف مقبرة عملها وحتي من الفراعنة. البعثة الاثرية العاملة في منطقة جبانة الحيوانات المقدسة بمنطقة سقارة بالجيزة اكتشفت المقبرة يوم السبت اللي فات، والعالم كله زي ما حضراتكم شايفين بعض المشاهد لهذه المقبرة. والواحد الحقيقة سبحان الله سبحان الله يقف منبهرا ومزهوا وفخورا ومعجبا بالفراعنة دول من 4400 سنة. بصوا النحت كان عامل ازاي، وبصوا الجمال كان عامل ازاي، وبصوا الالوان، الالوان بصوا الالوان عاملة ازاي من 4400 سنة. 4400 سنة وما زال الفراعنة يبهرون، وما زال الفراعنة يقدمون لنا كل ما هو جديد. مقبرة وحتي اكتشاف أثري يجذب أنظار العالم إلى أم الدنيا. مصر بلد الحضارة، ليست مجرد عبارة نحفظها ونرددها، لكنها حقيقة يؤكدها تاريخ طويل مدون على جدران المعابد والمقابر، وتؤكدها اكتشافات أثرية جديدة تخرج إلى النور كل يوم، آخرها الاكتشاف العظيم لمقبرة وحتي أحد كبار الدولة في الأسرة الفرعونية الخامسة من مصر القديمة. ردود أفعال واسعة في الداخل والخارج حول الاكتشاف الأثري الجديد الذي يعد أحد الاكتشافات الكبرى، ليس على مستوى مصر فحسب لكن على مستوى العالم كله، الذي التفت أنظاره إلى المقبرة الأثرية التي اكتشفتها البعثة المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة بمنطقة سقارة بالجيزة، حيث أبرزت مؤسسات إعلامية وأثرية دولية الكشف المصري الجديد. المقبرة التي يعود عمرها إلى 4400 سنة ظهرت جدرانها مزينة بنقوش ملونة، وهي تصور صاحب المقبرة وعائلته في مختلف مناحي الحياة، كما ضمت مجموعة من التجاويف المحفورة في الصخر وتماثيل متنوعة لصاحب المقبرة وعائلته بمختلف الأحجام. مقبرة فريدة من نوعها بلا شك، ظهرت إلى النور لتنضم إلى سلسلة من الاكتشافات الأثرية الضخمة التي تؤكد يوماً بعد آخر مكانة مصر باعتبارها فجر الحضارة وفجر التاريخ. حاجة تشرف الحقيقة، حاجة تشرف وحاجة تفرح. مقبرة وحتي، هذا الرجل الكبير من رجال الدولة في مصر القديمة من 4400 سنة. وحتي، وحتي يعني تقلي، لو أنا عبقري في اللغة الهيروغليفية وحتي يعني الشاي السخن، مش كده؟ تي شاي وح هكس طبعا باللبن اللي أنا بقوله ده. ماشي، يلا بينا صحافة، يلا بينا صحافة.